فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يقول المأموم بعد رفعه من الركوع أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ هل يجوز للمأموم أن يقول بعد رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره؟ نعم، إذا أمكنه اتسع الوقت له يقول هذا. نعم، وإلا يكفي ربنا ولك الحمد، إذا لم يتمكن إلا من هذا هذا يكفي، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو أفضل. نعم.